بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حنكمل في مادة هندسة المواد. بدينا المحاضرة اللي فاتت في تركيب المواد البلورية الصلبة. حكينا في عنا اللي هو اليونت سيل اللي هي السمولست ريبيتينج ريبريزنتيف فوليوم اوف ا كريستال بنسميه يونت سيل. الكريستال الذرات بتتكرر بترتيب منتظم متكرر في ان اول دايركشنز ان 3 دي باترن بسميها ايش كريستال. حكينا على اللاتس باراميتر الاي والبي والسي والالفا والبيتا والجاما. تعرفنا على اول نوع اللي هو الاف سي سي يونت سيل الفيس سنتر كيوبيك يونت سيل. حكينا النمبر اتوم في الاف سي سي بيكون في عندي ذره على كل كورنر من المكعب وعلى كل فيس بتكون ذره. اليونت سيل الواحدة بتستحوذ على مجموع أربع ذرات. في عندي 8 أتمان على الثمانية كورنرز وعندي 6 انصاص على 6 أسطح بيكون مجموع 4. الكولديشن نمبر في حالة الأف سي سي كل ذرة بتكون محاطة من كل الجهات بعدد 8 ذرات وبالتالي بنسميها اللي هو الكولديشن نمبر بيكون 8. الأتوميك بيكينج فاكتور اللي هو يديش انا معبي من الفوليوم تاع اليونت سيل يديش انا شاغل حيز من اليونت سيل هو الفوليوم اتومز على الفوليوم اليونت سيل. في حاله الاف سي سي كان الاتوميك بيكينج فاكتور 74%. جبنا علاقه بين اللاتس باراميتر اي والاتوميك راديوس وجبنا الفوليوم لليونت سيل وجبنا الاتوميك بيكينج فاكتور في حاله الاف سي سي يونت سيل. النوع الثاني حكينا اللي هو البي سي سي البادي سنتر كيوبيك يونت سيل. في البي سي سي بيكون في عندي ذرة على كل كورنر وفي ذرة في قلب المكعب يعني كل ذرة بتستحوذ على ما مجموع ذرتين 8 أتمان زائد ذرة في القلب المكعب يعني المجموع بطلع 2. الكوردينيشن نمبر 8 أنا في أخطأت. الكوردينيشن نمبر في حالة الاف سي سي 12 في حالة البي سي سي 8. الاتوميك بيكينج فاكتور في حالة البي سي سي 168% من الفوليوم تاع اليونت سيل مشغول بالذرات. النوع الثالث الاتش سي بي بيكون شكل اليونت سيل على شكل منشور سداسي مقطع مسدس على كل كورنر من القاعدة العلوية والقاعدة السفلية بيكون في عندي ذرة وفي عندي ذرة على الفيس العلوي وذرة على الفيس السفلي وفي 3 ذرات داخلية يعني مجموع الذرات بيكون عندي 12 سدس يعني كم 2 وعندي نصين يعني 2 و 1 3 وفي جوا 3 المجموع الكلي 6. او جبنا علاقة بين الارتفاع تاع اليونت سيل السي واللاتس باراميتر اي طلع السي بيساوي 1.63 اي والاتوميك بيكينج فاكتور بيساوي 0.74. حسبنا الدنسيتي احنا بمعرفتنا للنوع اليونت سيل ممكن نحسب الدنسيتي من خلال العلاقه للدنسيتي اللي هي يساوي اللي هو النمبر اوف اتومز في اليونت سيل في الموليكولار ويت على الفوليوم تاع اليونت سيل على عدد افوكادرو. لا كله له علاقه بالخصائص يعني تقدرش انه الخصائص طبعا كيف موزع الذرات. طبعا الاتوميك بيكينج فاكتور له علاقه بالخواص بس مش هو لحاله منفرد مش اللي هو حنجي لها بالتفصيل مش لحاله منفرد. طيب اللي حنحل مثال ما حلناهوش هذا المره اللي فاتت حنحل مثال حلنا حسبنا الدنسيتي باستخدام اللي هو المعادلة السابقة وطلع الفرق طبعا حسبناه طلع 8.92 حسابيا في الجدول كانت 8.94 كان الفرق أظن 0.1-0.2% يعني فرق يعني ضئيل. الآن حنخش على موضوع جديد اللي هو البوليمورفيزم and allotropy. بولي يعني بولي متعدد بوليجون يعني مضلع يعني في اكثر من يعني له اضلاع كثيره يعني.
فالبوليمورفيزم ماتيريالز ذات كان هاف مور ذان وان كريستال ستراكشر، في بعض المواد ممكن يكون اكثر من تركيب بلوري. يعني على سبيل المثال الحديد عند درجه حراره الغرفه بيكون بي سي سي، لو سخننا بعد 912 بيصير اف سي سي، يعني درجه حراره الغرفه بسميه فيرايت او بسميه الفا فيرايت، اعلى من 912 بسميه اللي هو استونايت او جاما استونايت، جاما استونايت. فهي نفس الحديد اختلف التركيب البلوري تاعه باختلاف درجة الحرارة. طبعا هذه الحالة مش في الحديد وبس، في اكثر من مادة. هذه الظاهرة اذا وجدت في المعادن الخالصة بسميها الاتروبي، إذا الظاهرة هذه وجدت في المركبات بسميها بوليمورفيزم. يعني البوليمورفيزم هو المصطلح العام، الألوتروبي هو البوليمورفيزم بس في حالة المعادن الخالصة زي الحديد. الآن الحديد لما يكون عندي FCC عند 912 وأعلى، ولما بأبرد بيتغير الستركشر من FCC لBCC. البيكنج فاكتور في FCC 74%، بيكنج فاكتور في BCC 68%، معناته الذرات حتغير تموضعها. مظبوط، احنا في FCC بتكون الذرات متموضعة على الكورنرز وعلى الفيسز، على كل فيس بيكون في ذرة. في حالة البي سي سي بتكون متموضعة على الكورنرز، وفي قلب كل مكعب لنسل بيكون في عندي ضرر. معناته نتيجة التغير في يعني بيصير التغير في التركيب البلوري، يعني الذرات بتغير تموضعها، وبالتالي بيصير فوليوم تشينج. ببساطة البيكنج فاكتور اختلف، مظبوط، بيصير في فوليوم تشينج. ممكن تسوي في حالة الهارد ماتيريالز تسوي كراكس، تشققات في المادة. احنا اللي حكينا عنهم لحتى اللحظة اللي هو ثلاث انواع، اف سي سي، بي سي سي، و اتش سي بي. احنا فينا 7 possible systems بيعطينا اجمالي 14 احتمال. 7 possible system للبلورات بيعطينا 14 نوع من البلورات. بشكل عام اللاتس باراميترز عندي الـ A والـ B والـ C والزاوية ألفا والزاوية بيتا والزاوية جاما، وأنا حاطط نظام إحداثيات XYZ right hand system، يعني لفيت الـ X على الـ Y تعطيني الـ Z. في الكتاب تيبل 17-2 احنا في عنا الكيوبيك سيستم. الكيوبيك سيستم من اسمه كيوبيك، من اسمه كيوبيك بيكون معناته عندي كل الحواف متساوية، الـ A بيساوي B بيساوي C، وكل الزوايا قائمة. الكيوبيك سيستم هذا بيجي منه ثلاث تفريعات اللي هي حكينا عنها الـ FCC والـ BCC، وفي نوع ثالث بيسموه سيمبل كيوبيك. سيمبل كيوبيك يعني بيكون على كل كورنر ضرة، ما فيش بس على كل كورنر ضرة هيك وخلص. معناته عندي الكيوبيك سيستم، احنا عندنا كم حكينا؟ 7. عندي كيوبيك، عندي هيكساجونال، عندنا تتراجونال، عندنا روماهيدرال، عندنا اورثومبيك، او عندنا اللي هو مونوكلينيك، وعندنا ترايكليك. 7. عندنا الهيكساجونال القاعده كل اضلاعها A والارتفاع C، وفي زاويتين. الان المحور الثالث عمودي على القاعدة، يعني في زاوية واحدة 90، زاويتين 90، وفي زاوية ايش؟ 120. النوع الثالث تتراجونال، يعني في عندي ضلعين متساويين والضلع الثالث ايش؟ متساوي، مش بيساويهمش، A بيساوي B بيساويش C، كل زاوية 90 درجة، يعني تختلف على الكيوبيك انه الضلع الثالث مختلف. النظام الرابع الروموهيدرال،
كل أضلاع تساوي A بيساوي B بيساوي C. الآن كل الزوايا متساوية، ألفا بيساوي بيتا بيساوي جاما، بتساويش 90 درجة، متساويين بس مش 90 درجة. النظام 1 2 3 4 5 اللي هو الأورثوموبيك، الآن كل الزوايا 90 بس الزوايا الأضلاع A بيساويش B بيساويش C، الأضلاع مش متساوية. النوع اللي بعد اللي هو مونوكلينيك، الأضلاع مش متساوية، A بيساويش B بيساويش Z C، في زاويتين 90 والزاوية الثالثة مش 90. للترايكلينيك كل أضلاع غير متساوية، A بيساويش B بيساويش C، وكل زاوية بتساويش 90 درجة. هذه الموست جنرال كيس. طيب عشان ندرس الكريستال ستراكشر زي نظام الإحداثيات الـ X Y Z، أنا ممكن أعرف نقاط في السبيس، مظبوط؟ إذا بدي أطلع مستوى أعلى إيش بعرف؟ بعرف directions خطوط. بدي مستوى أعلى إيش بعرف؟ مستويات planes. بدي أعلى بعرف مثلا services. مثلا خلينا نحكي على إيش؟ نقاط، directions و planes. الآن طبعا بستخدم اللي هو نظام إحداثيات X Y Z right hand، يعني إذا ألف ال X على ال Y بتعطيني إيش؟ ال Z. في عندنا النقطة P معرف ثلاثة إحداثيات، في إحداثية along ال X Q A، يعني لما أحكي Q A fraction من الطول هذا، fraction من ال A. وفي ال Y R B، ال R هي fraction من الطول B. يعني لو حكيت نص معناته نص البي. وفي الزد اس سي، يعني الاس هي فراكشن من السي. هيك انا بعرف النقاط. طبعا تعرف احداثيات كيو ار اس، كيو ار اس هذه احداثيات النقطه في حاله اللي هو المركبات البلوريه. For the unit cell shown, locate the point having coordinates ربع واحد ونص. هاي X Y Z. هو بحكي لي عرف أو حدد النقطة الإحداثياتها ربع واحد ونص. يعني حمشي أنا ربع باتجاه ال X، هذا نص، معناته هذه ربع صح؟ همشي ربع باتجاه الاكس، هذا الاوريجن هذا. بعدين همشي واحد في اتجاه الواي، همشيت واحد اتجاه الواي. بعدين همشي نص باتجاه الزد، معناته هذه هي النقطة اللي هي ربع واحد ونص. هي ربع ال، يعني ربع ال A وان يونت من ال B ونص ال C. الآن specify point coordinates for all
atom positions or for a BCC unit cell. عندي BCC unit cell هاي X هاي Y هاي زد. خلينا نعرف النقاط. هاي واحد هاي اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. هذا في البي سي سي في ذرة في النص. هين. هاي تسعة. خلينا نحكي بوينت. البوينت الكوردينيتس. نقطة واحد. نقطة اثنين. نقطة اثنين. نقطة ثلاثة. واحد واحد صفر. نقطة أربعة. صفر واحد صفر. نقطة خمسة. واحد صفر واحد. واحد صفر واحد. نقطة ستة. مظبوط. واحد واحد واحد. نقطة سبعة. واحد صفر واحد. صفر. صفر واحد واحد. ثمانية. صفر صفر واحد. صفر صفر واحد. تسعة. ثلاث نصاص. احنا حكينا عشان نعرف الجيومتري في الـ في الـ 3D space بلزمنا الـ points lines او directions بعدين planes. ليش؟ لأن حنحكي على الدايركشنز. دائما الميتلز لما تتعرض لأحمال بيصير في ديفورميشن في الاتجاهات اللي بتكون الذرات فيها أكثر تراصا. يعني وين الذرات متراصة بيكون في الانزلاق أسهل، وفي النهاية الديفورميشن بيصير في المادة من خلال آلية الانزلاق. مستويات ذرية بتنزلق بشكل عام بيصير ديفورميشن أسهل، بتكون على المستويات الأكثر الذرات تكون فيها الأكثر تراصاً في الاتجاهات الأكثر تراصاً. يعني بشوفوا المستوى تراص فيه كتير، يعني كثافة الذرات فيه عالية، والمستوى أي مستوى فيه كتير directions. أنا في المستوى هذا الكثافة السطحية عالية، فنات اتجاه سيد deformation في الاتجاه بتكون الكثافة الخطية فيه أعلى ما يمكن. وفي كتير من الخواص directional تعتمد على الاتجاه. في ما يسمى ميلر indices are used to define directions. هذه اسمها واحد اسمه ميلر، تستخدم لتعريف الدايركشنز في الكريستال ستراكشرز. احنا كنا في الماثماتكس او في في الكالكولس كنا نسميها فيكتورز. هي في الاخر دايركشن هو ايش؟ فيكتور. الفيكتور ايش بيكون له؟ ماجنتيود ودايركشن. ماجنتيود ودايركشن وسنس ثلاثه صح. طيب الطريقة عشان to define Miller indices أو الطريقة للتعريف الdirections في الكريستال structures، أول شيء بستخدم نظام إحداثيات
رايت هاند كورين سيستم، هذا رقم واحد. عشان اعرف دايركشن او فيكتور بلزم نقطتين اللي هي الراس والذيل، صح؟ بعرف الكوردينيتس للراس والكوردينيتس للذيل، بعدين بطرح الديل من الراس، بعدين اذا في قصور كلير فراكشن، يعني اذا في نص ثلث كلير فراكشن، بعدين حط النتيجه في ايش؟ بين قوسين مربعات بالشكل هذا. A direction and its negative are not identical، يعني هذا الاتجاه هيك ماشي غير هذا. A direction and its multiple are identical، لما اضرب direction هتضرب في 5 في 6 معناته بس بيزيد الطول بس. نشوف مثال. Determine the Miller indices for the direction shown. اللي هو direction. هاي direction. وين الهيد؟ ايش حدثيات الهيد؟ نص واحد صفر. التيل صفر صفر صفر. الهيد ماينس التيل نص واحد صفر. بعدين كلير فراكشنز اضرب اثنين يعناته اصير واحد واثنين وصفر. بعدين حط هاي الدايركشن حتكون سا واحد اثنين صفر. Draw a one negative zero direction within a cubic unit cell. ارسم الاتجاه اللي هو واحد واحد سالب، طبعا السالب بنحط شحطة، واحد واحد سالب صفر، يعني همشي في الاكس كم؟ همشي في الاكس واحد، بعدين همشي في الواي واحد سالب، وصفر، يعني خلص وصلت. معناته هاي الدايركشن. هذا اللي هو واحد واحد سالب صفر. دائما الاتجاه بيبدا الاوريجن، يعني في الحاله هذه لما بده ممكن انت ليش تغلب حالك، ممكن تعملها من اي نقطه تبدا، بس في الاخر حيطلع نفس الشيء. ليش تكلكع حالك انت؟ هو بيحكي لك واحد واحد سالب يبدا من الاوريجن. فيما يسمى families of directions، عائلة المتجهات. الاتجاهات اللي الخواص تكون فيها نفس الاشي في كل الاتجاهات بس ما identical directions. الاتجاهات يعني لو قست خاصية معينة بالاتجاه هذا الاتجاه هذا الاتجاه هذا، كانت الخاصية نفسها في كل الاتجاهات، بحكي هدول directions are identical. في حالة الكيوبيك سيلز، حالة الكيوبيك سيلز فقط، directions in cubic crystals having the same indices without regard to order or sign are equivalent.
في حاله الكيوبيك يونت سيلز فقط. الدايركشنز اللي لها نفس الانديسيز بغض النظر عن الترتيب او الاشاره بيكونوا نفس الشيء ايدنتيكال. يعني في حاله الكيوبيك سينس عندي الدايركشن مثلا واحد واحد صفر، هذا ممثل بالعائلة، العائلة تاعته هذا حتكون واحد واحد صفر واحد صفر واحد أو صفر واحد واحد أو واحد سالب واحد صفر أو واحد سالب صفر واحد أو صفر واحد سالب واحد. بدك تجرب وعندك وكمان حيجي عندي واحد سالب واحد، أنا مش كله عملته، واحد سالب صفر صفر واحد سالب واحد سالب واحد سالب صفر واحد سالب وهكذا. هدول احنا حكينا في حالة الكيوبيك يونت سيلز بغض النظر عن الانديسيز عن ترتيبهم وعن الإشارة تاعتهم، هدول بنسميهم family of directions في حالة الكيوبيك يونت سيلز. في حالة الـ HCP ممكن استخدم نظام احداثيات يعني في حالة الـ HCP لما اخذ اطلع من التوب فيو حيكون الشكل سداسي. لو بدي اخذ هاي اكس نحكي هاي اك هاي واي مثلا وهاي اكس والزد العمودي حيطلع عندي قصور كوساين وساين 60 حيطلع عندي قصور. فهو متفق عليه انه انا استخدم نظام احداثيات ثلاثي او رباعي بيكونش في القاعده متعامد، بيكون عندي هاي الـ A1 والـ A2 والـ A3 والـ Z أو الـ C متعامد عليهم. الزاوية بين كل واحد والتاني 120 درجة. طبعا في redundancy يعني في تكرار، في إيش؟ تكرار. بس أنا بنشتغل على crystal structure، بديش انا بهمني اتجاهات معينه فبديش تبين عندي قصور. فهذا متفق عليه انه في حاله ال HCP يا بستخدم 3 اكسس او 4 اكسس سيستم. الان في حاله ال 3 اكسس سيستم بستخدم اللي هو الرموز اليو برايم والفي برايم و اليو في اليو برايم والفي برايم والدبليو برايم. اليو برايم along الاي واحد والفي برايم along الاي اثنين والدبليو برايم along الزد. يعني عندنا هين اي واحد اي اثنين واي ثلاثة، هذا النظام الثلاثي. النظام الرباعي بيستخدم الرموز يو وفي و T و W. هذا هكون along الـ A1 along الـ A2 along الـ A3 along اللي هو هذا مش الـ A3
الزد لونج السي. طبعا في كونفيرجن من النظام الثلاثي للرباعي اللي هو اليو بيساوي تولد في 2 يو برايم ماينس في برايم، والفي تولد في 2 في برايم ماينس يو برايم، والتي بيساوي ماينس يو بلس في فيكتور وايز، لانه عندك هاي الاي واحد والاي اثنين، هاي الاي واحد والاثنين هاي محصلتهم صح؟ فيكتور هاي محصلتهم مظبوط؟ معناته اي 3 تيجي عكسهم اللي هي ايش؟ التي التي راح تكون تساوي ماينس يو بلس في. خلينا نشوف كيف نحدد الدايركشنز في حاله ال، خلينا اول شيء احل هذا. في حالة HCP عندي يونت سيل عند ال A1 وال A2 هي عند ال A1 وهي ال A2 وال C اللي هو هذا ال C صح؟ الآن في عند الفيكتور جاي من ال Origin جاي من الأوريجين لحد منتصف هذا، يعني جاي زي هيك. هذا الفيكتور لو بدي اطلع من التوب فيو، بطلع لي من التوب فيو حيبين زي هيك. عند الـ A1 وهاي الـ A2 مظبوط، والفيكتور هذا هو الفيكتور حيكون من التوب فيو، هاي اسقاطه. هذا البروجكشن على المستوى مظبوط. الآن بدي أمشي باتجاهات باستخدام الـ A1 والـ A2 عشان أصل من التيل للهيد.
يعني لو مشيت على الاي واحد، هاي الاي واحد، الاي واحد يعني ممكن امشي بالشكل هذا، هذا الاي واحد، امشي بالشكل هذا او مباشرة امشي باتجاه النيجاتيف اي اثنين، امشي باتجاه النيجاتيف اي اثنين وبعدين اطلع بالسي، يعني بمشي باتجاه عندي هاي الاي واحد، هاي الاي اثنين، هاي الاي اثنين والسي، همشي باتجاه الاي واحد الاي يعني في صفر ناقص واحد ونص، صفر وناقص واحد ونص، هذه ايش؟ هذه تمثل يو برايم وفي برايم ودبليو برايم. طبعا كلير ريفراكشن معناته لما نعمل كلير ريفراكشن بصير الفيكتور عندي او الدايركشن يكون عندي اللي هو صفر وناقص واحد ونص. الكلير ريفراكشن يكون صفر سالب اثنين واحد. طيب طبعا انا هذه هي بعد ما يصلتها، هذه هي يو برايم وهذه ايش؟ في برايم، هذه دبليو برايم. لان حاجة احسب اليو تلت في اثنين يو برايم ماينس في برايم، يعني هتكون تلت صفر سالب سالب اثنين، راح تكون ايش؟ تلتين. والفي هتكون تلت الاثنين في برايم ماينس يو برايم، يعني هتكون سوا تلت في سالب اربعة ماينس زيرو، يعني هتكون سالب اربعة على ثلاثة. والدبليو سوى دبليو برايم سوى ايش؟ واحد. والتي سوى ماينس يو زائد في، هتكون سوى ماينس اليو تلتين والفي ناقص اربعة ثلاثة، يعني هيكون يساوي ايش؟ تلتين. هذا احكي دي دي يعني يعني هذا الدي بالنظام الثلاثي بيكون يساوي صفر اثنين سالب واحد. في النظام الرباعي الدي هتكون تساوي عندي تلتين وسالب أربعة ثلاثة، لا وتي وتلتين بعدين واحد. كلير فراكشن نضرب في ثلاثة يصير عندي اثنين سالب أربعة واثنين وثلاثة، معناته دي أربعة هكون يساوي اثنين أربعة سالب اثنين ثلاثة. هذا نظام متفق عليه، نظام متفق عليه، لأن في النهاية أنا بتعامل باتجاهات محددة، بتعاملش باتجاهات، يعني عادة بتعامل مع اتجاهات تخترق مراكز الذرات، بجيش اتجاه يعني بمر بين الذرات بيخترقهاش.
نرجع على المثال السابق. Convert 111 direction into 4 index system. هاي معطينا الدايركشن الثلاثي. معطينا الدايركشن باتجاه بالنظام الثلاثي. لواحد واحد واحد. هذه معناته ايش؟ يو برايم. وهذه في برايم. وهذه دبليو برايم. معناته اليو حتكون تساوي التلت في 2 يو برايم ماينس في برايم. يعني حتكون تساوي التلت في 2 ناقص 1 تساوي التلت. والفي تساوي التلت 2 في برايم ماينس يو برايم. مرة تطلع ايش؟ تلت. والتي تساوي ماينس يو زائد في ماينس تلتين. والدبليو دبليو برايم بتساوي واحد. معناته حصير الدي بالنظام الرباعي تلت وتلت وسالب تلتين وواحد. كلير فراكشن يعني الدي فور هيكون يساوي واحد واحد سالب اثنين ثلاثة. طيب draw a 111 direction with HCP cell. يعني أنا حمشي باتجاه ال A واحد واحد ماشي باتجاه اثنين واحد تمشي عن الداله. نعم تمشي عن النظام الموازي. انا عندي الموازي هذا عندك. هاي عندنا A واحد A اثنين. هذا ايش؟ A ثلاثة. اي ثلاثة زد لجوا. انا عارف زد لبرا. حتكون عندنا واحد حمشي في اتجاه الاي واحد واحد بعدين في اتجاه الاي اثنين موازي لها واحد وبطلع لفوق واحد. حيكون معناته حمشيت بهذا الاتجاه اتجاه الـ A1 بعدين مشيت باتجاه الـ A2 بعدين طلعت واحد. معناته هاي الدايركشن. واضح؟ هيك نكون خلصنا. يعطيكم العافية.